مشتاقة للقائكم في هذه الندوة العلمية التي أصبحت تقليدا معتمدا من طرف المكتب الجهوي لنادي كرة المغرب بالحزيمة في سبيل الإسهام في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة، غير أن ظروفا استثنائية حالت دون ذلك، ولهذا قررت المشاركة معكم بهذه الكلمة الترحيبية اعترافا بمجهوداتكم في التعريف بتصورات نادي كرة المغرب. إن اختياركم لموضوع استقرار السلطة القضائية بين المكتسبات الدستورية ومشاريع النصوص التنظيمية كان اختيارا موفقا بالنظر للصعوبات التي يعرفها تنفيذ الوثيقة الدستورية، والتي جسدت رغبة السلطة التنفيذية في إبقاء التحكم وآليات التدخل في استقرار السلطة القضائية والقضاة. ومن جهة أخرى فإنه مما لا شك فيه أن الأسماء المشاركة في هذه الندوة المباركة تعكس رغبة اللجنة التنظيمية في الانفتاح على باقي الجمعيات المهنية القضائية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، وذلك في أفق فتح نقاش مجتمعي حقيقي يعكس العمق التشاركي باعتباره أحد